السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. اليوم غنوجدو البينيه بطريقة سهلة اللي غتعطينا بيني ناجح ان شاء الله. غندوزو المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو اولا الدقيق الابيض، غنحتاجو 4 الكيسان، ها هو الكاس ديال العنبة ولا كاس الشاي المغربي، غنعبرو به 4 الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق الابيض ولا الفورس. غنحتاجو السكر الفانيلا، غنحتاجو الخمارة بقيمة 8 غرام او معلقة صغيرة ديال البيكنج باودر، غنحتاجو معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. هنايا يعني كنقدرو نقصو ولا نزيدو على حسب حرارة الجو. عندنا 2 معالق ديال السكر حبيبات، عندنا 2 معالق ديال الحليب غبرة ولا الحليب بودرة يعني نيدو، عندنا بيضة وغنجمعو بالحليب. اول حاجة غندفي شوية الحليب وغندير فيه معلقة ديال الخميرة الخبز ونحاول ندوب لك الخميرة في الحليب. غنجيب القصرية ديالي ندير فيها الدقيق، نزيد عليه السكر، غنزيد عليه نيدو للحليب المجفف، غنزيد خمارة ونزيد سكر الفانيلا وما ننساش شوية الملحة، وغنخلط هاد العناصر جيدا قبل ما نزيد السوائل. غنزيد البيضة، بيضة كاملة، نحاول نخلطها هي الاولى مع النواشف. وغنزيد الخليط ديال الحليب وخميرة الخبز ونبدا نجمع في العجين ديالي، وغنكمل بالحليب العادي يعني حليب ماشي دافي ولا بارد، المهم يكون بحرارة المطبخ. غنجمع به العجين. هانتوما كيفما شفتوا انني ما درتش الزيت ولا الزبده في الاول، لانني من بعد حتى نجمع العجين ديالي عاد باش غنضيف غير معلقه ديال الزبده يعني خفيفه. هاد البنين ما فيهش الزبده والزيت بزاف. من بعد ما كنجمع العجين ديالي وندلكو، غنجيب معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ وغنضيفها على العجين ديالي، ونحاول ندخلها جيدا في العجين ديالي وندلكو. يعني هنا الزبده راه درت غير لابريري، يعني تقدروا تستعملوا اي زبده. من بعد ما كنجمع العجين ديالي ويكون عجين خفيف يعني ما يكونش قاصح، غنجيب شي اناء نرشو بالدقيق الابيض ونحط فيه العجين ديالي باش نخليه يرتاح ويختمر. هنايا بالنسبه للاختمار كيبقى على حسب حراره الجو، يعني الا كان الحال سخونه دغيا كيخمر، وكان الحال بارد غنتسناو عليه شي شويه نخليه يرتاح تقريبا واحد نص ساعه. ها هو من بعد ما خمر غنجيبو، يعني العجين ديالي كيكون خفيف، نرش سطح العمل بالدقيق الابيض. انا هنايا قسمت العجين على 2 باش تبقى لي ديما عجينه مرتاحه باش تجيني سهله انني نطلقها. ناخذ النص الاول ونبدا نطلق فيه، غنطلقو جيدا ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ باش ما تجينيش فيه البابه بزاف، وما ثاني ما يكونش رقيق باش ما تاكلوش ليا العافيه. هنايا انا استعملت غير طبسيل صغير، يعني الا ما عنديش القطاع ما كاينش مشكل، استعملت غير طبسيل كنحاول انني نقطع به. ها انتما كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. نعاود وحده اخرى، وهنايا استعملت يعني نقدر نعاون غير بالموس ولا السكين، حتى هو يعاونني باش نتحصل على ديك الدائره. هكا غنبقى تنكمل كميات العجين كلها اللي عندي ونديرهم فوق الثوب ونغطيه ونخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو، يعني واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع. من بعد غنسخن الزيت ديالي ونبدا نطيب في البينيه. يعني البينيه كتبغي كيف ما تبدا كيف ما نلوحوه في المقله، نبدا نهز الزيت بالمعلقه ونكبو عليه من الفوق باش يتنفخ. ها انتما تشوفوا كيفاش كيتنفخ، يعني نبقى نخوي عليه الزيت راه دغيا تيتحمر. من بعد نقلبو ونخليه يتحمر من الجهه الاخرى دغيا كيتحمر منها، وهكذا كنكمل باقي الدوائر ديالي. من بعد كنديرو فوق الورق حتى ينشف من الزيت، وهنا كيبقى ليا الاختيار اما نعمرو بمربى ولا نعمرو بالكريم باتيسير بالصوص كراميل،
ونفندو من بعد السكر حبيبات كيجي بني ناجح. كنتمنى يعجبكم، نتمنىكم تشاركوا بالقناة، ديروا جيم للفيديو وتعليق محفز، وشكرا لكم ولتشجيعاتكم.